بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والذين هم لفروجهم حافظون إلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس بسم الله الرحمن الرحيم يا
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد مجمل سورة طه آپ کی شان میں اترا صدا لولا کا کلمہ پہنچا لقب آپ کو ملا یاسین اللہم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم تڑفتا ہے بہت دن سے تیرے دربار پہ مسکین رخت اکبر دکھلا دے دل بے باس کو غوط تسکین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آله سيدنا شفيعنا محمد. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقران المربية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استاذ بأخباره بني عدي من الطائفة التجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وانا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرة أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلالى سنا صلى الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين.